وكو ضاد يا أنبا وكو ضاد يا قرآن سؤال شو حوي نرتها والقرآن حجة لك وعليه وقف ذا المارتي لحادي وحي النغ تضبع وحي النغ بانتهى إن أصدق حرموز فتلا نرت قرآنكم حجة كتابك قرآنك ما هو القرآن هو كلام الله كلام الله مر كان لنا محوك دقي هاي قرآنك وحال 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 الشجع وحوليه هلا بقى الرموز وصف قرآن كتاب كيون لك وقرية هاي وأنا الآخرية قرآنك والله وحيلة والآخرية ومقروء وعلى وزن مقروء قرأ يقرأ قرآنا حال أخرنا وقرآن الله أخرنا يا فإذا قرأت القرآن فاتبع قرآنه قرآنه والله أخرنا يا مركا قرآن كسر له أخرنا يا واسيدين ما هسي أدوالي فيسي قراءاتك تضبط يطمنك متواتر برا متواتر عرضها واسيدو نبي محمد أو أخري وأوجه عليه جبريل وجبريل أوجه عليه رب العالمين. مركب ما أنت وحاجرة مثلاً علوم دين وحاجرة إن لفرة تضبط القراءة قف وآخرني يا سيدي نبي محمد وآخرني صلى الله عليه وسلم. يا كمدة شيخ عبد الرشيد شعالي صوفي كمدة. شيخ عبد الرشيد شعالي صوفي وحوك وآخرني يا تضبط القراءة أول هي أبترسين أك. أنا كم عبد سماه فارح جامع وابري علي محي محي لا تبع قرش سماه. يسوى أبترسنا يا إلى نبي محمد أبي بن كعب بقالي عن محمد عن جبريل عن رب العالمين سنة سنة في عمارة تولي قروح راقفة يستمو جلدوك ويريهن سوى سكى أبترسنا يقول لي سوى سكى بلابي أبيه بكرة حلي أبيه شيخ بولها شيخ أو صعون وصعون وصعون هكو تغيا تضبا دي قراء قراءة المركاسي أو أخرنا يا شيخاني أم بحصار أخرنا يو أم بسوديس أخرنا يو أم بواخرنا يو أم بتيني عمري أهاتو أما تقوى كلي جراحات قراءات كلا آخرنا يا يوم حي ما عندنا هنا وقراءة سدي وآخرية وآخرية إلهي باكيري مركان قرآن كآخرنا فاتبع قرآنه كارع كان قرآن وطويا وقرآن يا قرآن كرده وكتاب مصحف كم ويا صدق الجسي قرآن مصحف كاسي وما حي كتاب ما كله يهي رسم العثماني ساقونا سدو قرية وسدي العثماني قرية ما هف عربي كم قرنه واسي قرآن كو قرية هجرته وانا حرف اللي قدرين حرف اللي قريبين سوره قرية إذا رسمي عثماني أنا وقرية وكتاب سونا ذلك هل ذلك الكتاب سمارك ياسين والقرآن الحكيم مركا إلهي جل وعلا قرآن كينا كتابنا وكتل المامي سنشوه شغني ألف لاميم ذلك الكتاب قرآن وكتل المامي ياسين والقرآن الحكيم الله سبحانه وتعالى قرآن وكتل المامي كتاب كيسا وأنا كتل المامي كتاب ووح قرآن وأنا وحل أخري ويجل وعلا وكتاب الأخري ووحل أخري ماهن وكسر يا وحل أخري مركا وحان دهاني وقفضي نكو بعد قرآن كساسا أنو معنى مركا قرآن كو وحوي ووحي كو قرآن مصحف كا لبدي سدفو إن كان بلاميس سورة الفاتحة كل مانيس سورة الناس بقرآن لدها قرآن كاسوح إليها النبي يقول صلى الله عليه وسلم حجة لك حج كويهي أو عليك أنبأ كويهي مثل هذا ما جرته لبدا ميد أمب النقنا يا مركا سؤال بني سويدين وقف دينا وقضن بيسوها كيف يكون القرآن حجة لنا أو علينا سنو قرآن كو النقنا يا ميد إنه مركفرة أنبأ إنه مركفرة حديث كذا كلام حوها إنما الصيام والقرآن يشفعان سمعين صون كي القرآن كوا الشفاعة قاضي قيامها صون كونا وحده يا رمضان كي يا صون كي كله تبع رب وحنودي ذي شهودي يا عنتدي يا أعبكي والراشين كي تبع كي عشي القرآن كونا وحده يا هردي ما كي علي مركز لبض ووحده رسول سلام والشفاعة قاضي ما ننتي يوم القيامة القرآن كوا مركز سداب وأن قونا يا حجة لك أو عليك شن الرموز هذان يالله القرآن كوا حجوا إنه نقول هدينا لجوا ين حجوا إنه نقول شن عريبون مركز شن ما بدنا يا واشنون أنك يا قرآن علاقة نقدر حسي واشن شن تا هدينا له القرآن كوا حجوا إنه حجوا هدينا لجوا هنا وعلينا أوكي حجوا صدق القرآن كوا إنه نقول كوا أنت كوا بده هرت الله ربا وامح القرآن كوا إلا برتوي بعد الإيمان به كذي مركز رومانة قرآن كوا إنا برانو
التعلم به قرآنك إن لبرته تلاوة ومعنى أخرجتي سنة وإن لبرته معناها القرآن كجرنا وإن لبرته. النبي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحين نقول خير بدل قفك قرآن كبرته سنصيب روح مركة تعلم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته آيات كأمد واكو أخنيا ويعلمهم الكتاب كتاب كانوا أكبريا مركة قرآن كإلا أمبرنو أول شيء أنكبرنا قرآن وآخر استيس كيف نقرأ القرآن سيء قرآن وآخرنا إنا الصحن وآخر است القرآن مركة قرآن كالسعيتان كآخر استيساس ووحيقوه الرئي النبي قال قوامر صلى الله عليه وسلم ورتي للقرآن ترتيلا بل قرآن كآخر النبي الله هذا هو آخر استيساس دقدقا هاي سكي آخر نو قرآن هبو بين قرآن مركة كو حارني التعلم به لبو وأدبرت القرآن كي قرآن كونه أدبرت محل جربة إن دخل جديد هذه أجر قراءته إنه ورد يكون نقطة إن أدمارن أي نقول دافيرة بلا قرآن طيب نرش هذا إن أذكر على سيد هذه القرآن كل جورتان حديث كي صحيح هذا جل موت عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ودخر لك في السماء korkaaga waxa ah uu nabigu abiidarku yiri quraanka akhristiisa tilaawadiisa haddii akhriyo quraanka dhulka muxuu ku yahay nuur samada muxuu ku noqonaya kayd man da qiyaamo xalwanaya iqra kama kunta taqra fi dunya akhri staaduuka waa akhriyays manzilka ugu dambeeya ka galay jannada waa maxay oo aayada ugu dambeysa ku joogshatid marka maxaa la leey waa tacallum tacallumki waxa weeyaan waa in la barto akhristiisi waa in la barto cilmigiisi waa in la xafido نقول بيتو كريم بقدر المصداع قرآن كله حفظه الله وحنا رهنا إلا آخريه سجوكتا قرآن كله آخريه هذه قرآن كله قرنا سين أدعين وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا قريه إنه نقول قري قرآن لقوا آخرين حديثك صحيح محوري أقل كله آخريه بقرة يا العمران شيطان مصقلها جانك شيطان وانا كسانوها كريه بحلوليه بالقبر الشيطان ما قالي المي شيطان قالي شيطان ما نحفر يسي ده شيطانك بقرة كيري شيطانك بقرة كيري لكن بقرة ما حد ما عرفتي شريك الغفر يا نقول شريك بفر بقرة يجب أن نقرأ نحن أنا أقول أخر نبي شريك وعنا الله فرق هذا شريك يعني لكن شريك وابير وحق راك أخر نس حارب لأن أدو أخرج يجب أن تقرأ وأنا حاسك أخرجه وأنا إيالك أخريان وأنا أخرنا نكو قرآن سورة البقرة يا يا العمران يا وي قران كو دبل اخري يا نبي صلى الله عليه وسلم غورينا كدغينا ميلا شيطان كو غلو حديث كلو خو غورا كدغينا مقابر قبرها ما لوغتو كدا لوغمو توكدو لكن غوريها لوغتو كنا وا قبرته ما كدغينا بودي وانا لوغو وانا الصلاه دي لوغو اوغو مرا ما دحري لبا وقراءه القران كان قران كي الاخري صدح حق صدح هذا القرآن كي نقوله يا محي القرآن كي وان براني الأحكام تيسي تجويد كيسي علم كيسي وان براني وان أخرني محال صدح نوع التدبر في آياته إن الآيات القرآن كفير فير النوع إن كهر القرآن إما قوادر كيسايو ديسكور بو أخرني خطبة مجيدين يعني مضحة رئيس الوزراء إنجليز كندا يا خبب جيدين يا وكذا الله يا ريم فر بدن والله قاضي يا وحال ده يا عاودن تلفزيون ما حكش كأنه أناليس والله تحليلنا يا خبب ديس كلمة ده سداب وجيدين سداب ويل هالك سداب بوكيل سداب كلويل سداب بويل جامع هذا اللي قلت عندنا كلام الله هنا أنت أخرت كم عفوا سبيها قرآن إلهي سبحانه وتعالى وإلهي وكله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والقرآن كمان في فيرن مثل قلوب تودا على ظل دقي يا قفلوا وين الحر حري القرآن كمان في فيرن مرك القرآن كنا في فيرنه وأمر إلهي نسيب سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بور هذه اللي قصة كرد جلها القرآن كريم كا بور تاسوي بربور إلهي
أي جوجو إلهي عبسي إلهي كبقى سبحانه وتعالى لكن واحد عجيب واحد يندي وأنك واحد قرآن كن لقوسه دشي أنك يبقى كات كارني ببور سؤال أدق ماها مركو إلهي ربنا يسأل الشيء في سورة البقرة محوري قلوب تمحوك تلامي صدر نجح لكن حلو وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق وإن منها ضحك بذا لما يهبط من خشية الله تجحظة إله بكبقى سبحانه وتعالى لكن رب من إسرائيل ثم قصد قلوبكم فهي كالحجار أو أشد قسوة تطبع الأرض وروح هذا ورب من إسرائيل عبد الله بن حذيفة وحولي نعم القوم أنتم وحول بهدا يهود القوة عيونكم كسوا عزين إنكم في عتي بالوكاس هذه صفات كي رب من إسرائيل عيالنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا إلهي وحكو شيء ورب إسرائيل مركا حدا أنك هو كان رب إسرائيل القرآن كي سيدنو وقريه كو قرحنو وكل رجينا الله يأيد القرآن كي معانا أهم بحالة دمر كي سوي بسيداني قالت كو قرح بدن سورة ياسين سورة الرحمن كو قرانتها وقريه كو مارت هي تلكرسي لكن أنت أمرين وتدبرين حين وطالت حين وطالت مركا القرآن كان آدو في فرسان أبانتاي آدو لنا ولانو وحل لنا ولادنا وحوقوا في عبادة الله سبحانه وتعالى العيش مع كلام الله وحكم مع المجرم سيد قدو بذلك الأورنجري مركو قرأ كتاب كيسة تفسيرك في دلال القرآن وحكم بلا بكلمة عجيبة وحوري القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها قرآن كحلوة النعمة ونسجرن كرين إلا قف ردم يمو يعني لكن وحا قروح بضان وحا كلمة دكوح يقسيه وحولي وقد دقتها في أواخر آيات أيامي أيامها يقدم ما ردمي يبوري وان ردمي ردل كيو هلين مركز وقرأ مركز بالقرآن كان إنا ردم الناس كدينو ردل كيسارنا أوكي وأفر صدح صباح أفر أن أنت أفرات وقرآن كحجين نقول نقول يوم حي ما أنت قيامها العمل به وحي كجري إنا ردقن قرين الدين وان براني وان اخرني وان فيرفيرني صد افر محايمانيا وان دق جرين صحابه محايرون جرين طبعا ايادود ما دافين ما كان النبي اوتغنا صلى الله عليه وسلم طبعا كا ايادود بان لن نقريني وان سو حفيديني وان سو فهميني وان كو سو دقميني مركا بار اياده كل اوريجين قران كو طرف ما طرف فكري ما قرآن هو ليفر بوق ما بوق روح بدنه ودمارته سويب سويب عجيبة اللي له هذا المعنى ولا هذا ما يا أنكوا طاو ما قدرناه قرآن كي أنكوا لبا قرب هشينا بأنو دعابة بوت مركب مصائب تدعى ما قرآن الحصوصة غيري بدعى دي والله ده يرى قرآن كأخرنا والقرآن كي إلهي مغيري ده كحسن إذا فقط قرآن كمعك قرآن اللي ينذر من كان حيا قف كنول بقرآن هو دقيا أفأنت تسمع من في القبور قرآن في قبور ثلاثة قبور وصح قرآن والآخرين كراوي جاري كرتا علوس وخلاصين يعني قرآن وما كان الآخرية مجاري كرتا صوابته علوس وخلاف بقى كجرب إلى العلمي مرك عدد كقر عصته كوه ويجاري سالب مش كده ما لو القرآن هو جاري صوابته جاريس لكن قرآن محمود ترى يا قف مكودك ما يا قرآن حق قرآن لوسد جي إن لو قدك ما لوسد جي قف دينتم مرك ما حصلنا مرك الله بعد القرآن كحصل ما تقن ومضو مركا لغو دارني ويقول والله صفالي مرك بالله طلع ورحنا دارتو بضانا واحد كاس انا بازي جاقيام باشان ايو قرآن كيبا قود الوهي او دار بس لغير الدالي جيتا خبيد ما هنا قرآن لغو دارتو القسم على المصحف ليس من الاسلام والله ويا بس مدك لواضي ليش شيخ حيانا انا المسؤول نقول اسم الله دارتا اسلامك لما دارت والله دارتها وروح ما قشي مين مقرين داره والله مقرين أكاي يعني. لكن عدالتك سبحانه يكون داره إن لله وإنا إليه راجعون وإسلامك ميت بها ليس من الإسلام إسلامك بلن بلا قلا عهد بلا عهد وحنا سأعاهد الله وحام بلن لقلا يا الله ثم أعاهد الأمة أمتنا وحا بلن كولا قلا يا إنا كنا قمي عدالة ما كان بلن تيما لقار لقاحين ما قشي بسمتك بلن تيما كبحث
وعاهد الله هذا. ولذلك الدستور ده ودنا عرفته الله باكو قرآن قال أقسم سيرة وقرأت أقسم بالله العظيم باكو قرآن دستور كمصريو كمارتي إن سوريا إيو دساتير تقار كدد علمي لا إدغان سيد الدستور كسودانيو حيرك سعودي وكلا محاكمة مارتي النظام أساسي سعودي وكلا إيو إيو يمن إيو وحاكو قرآن وعاهد الله وحان إلهي سبحانه وتعالى بلن كل قليا ثم أعاهد الشعب شعبي غير وحان كدب إلهي مكا ملن قليا بلن قليا إن أنت وحاي 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 سبين دون وحي لقود يبدأ داد مدحوينتها هي داد بارلمانتها هي داد حسابيتها هي لكن أقسم بالله إلهي من كل أرانيها وسيستيم كقالة دوية وارية قلبات وكالله ما دارته إن أعدلس إنه ما دارته أخواني في الله ونشاقي مركز شيخ شريف للدارته يا مشاغل مشاغل ونقرا ورقه حكم سامي جيبوتي ومشاغل وحال بدلو وقفوا مدارته بلان 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 اهدي بلان اهدي ومضل بلان اسم مركع على اي تحل مركع وحسن وقراك كانت صارانا قراك اوكي لكن قراك وحالوبا الا غدا قمو وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هاي كده هذا شقيا إلهي وأركيا عملكينا ورسولكنا وأركيا مؤمنتنا وأركيا هاي كده هذا معنا وين بقجرت إلهي ونجاب المريوي رسولكنا وكفر حيوي شقذا قبته مؤمنتنا نتيجة عمل خيا وحترية شقذا قبته سوي ما أنت هذا صلاة في عن تكتيب والدين هذا كله قنتيب مسلمين تي وحوين بوترت نبي محمد ما أنت قيامة صلى الله عليه وسلم لقى علم صحقا صحقا مدى قرية ستكوة سوريا ضمان نساء إلهي نجل وعلا وكال مرنيا شان توقض ضبعيسا والقرآن حجة لك سوء حجة نقول نقريا الدعوة إليه قرآن كادتك إلا ويار نرها كل قرنا كذب حاسبيننا قرآن كادتك ويارنا كيف ندعو الناس إلى القرآن لبحة لدود بالقول والقرآن كهلا قبصدو هلا لنا ولا هذا أيضا هلا طبقوا لبا دقن دقن كعلى غيرك حال الدادة والحال أبلق من المقال سومين يا حال كان ك ك ك كجندر كفوق هذاك أوكي هديش أنت إن لقيها لإخواني في الله قرآنكم حي نونا قنيا حجة لك هدي إن لقوا هنا عليكم نقنيا مركا وحلاقيها بقرآن كريم كأ ما أنت ذاتك مسلمين تينو حجك وذي يتبذر يعني إذا عادها الدون كإسلام كوردن قرآن كوالاقة سارا والاقة سوكلا والاقة بحا وكو لابو إذا عادها ودنا دان إسلام كهين يا فعربي كوشا إذا عادوه كنا ويكو سوكلا صوتو ألمانيا قرآن كوسوكلا بي بي سي دا فعربي قرآن كوسوكشا حتى صوتو إسرائيل قرآن كوسوكشا كل الناس يقرؤون القرآن لكن القرآن كان رأيت كي هرو لي هيبون اللي هيبون قرانيا نرأي لي قرآن كم عنوية مانت تذكر بدليل الله ما، ولذلك واحد هذا قرآن كأثر كيسة يرد كيسه، يا مجتمعات كمرك بدليله، تروح تاريخنا سبي بقرنا، وقدما ينتي إخواني في الله حديث كواحد وجب بجبيه كل الناس يغذو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها، حديث كجب جبدي سوى عجيبه وحواضح حيو إنه شريعة، واجو مرك بريو كل الناس تذكر قري وكذا وكبح قريها. يغذو هو حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الضير تغذو خماصا وتعود وتروح بطارا سمع حديث كي هداد إلهي أتلا سارتان صدا حق توكله أتلا سارتان إلهي وأني أرزاق لها صدو أرزاقه شمبرتها بقى محيطة سمع سيحتها ما يتغذو واجا كله سيبحلها خماسا يدور لحد يسكون لك سنتها قاعد جاهز وتروح محسن نقطها بطانا يدور على شو في السنتها يبوحده بطان بكسر نقطها أوكي النبي يقول صلى الله عليه وسلم بوركا لأمتي بكورها أمتي إذا وحى لبركي كلها قفوا هدوس قالك يا تمك يا دبدو صباحه رزق يوم القبيبة ملاكته ولا لابت ملاكته وهي بالله لابت waa ajiima taqaana anagu waa cagsanay imiga hadda caasimad wadanada islaamka waa weyn aad joogtid magacdu sheegay meen caasimadaha weyn muslimiinta joogtid habeenki way ifayaan dhalaartina waa dhaqaaqo ma jiro
شعراي وحوري وان عكس النبول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ما بدي اللول وجعلنا النهار معاشا ما كده وجعلنا الليلة وجعلنا الليلة معاشا وجعلنا نهارنا لباسا ها وان عكس القرآن بينما نيو ذا ذا مندتو ودنود عرضة كي بدا شيء وحوري عاصمة ألمانيا كده دعي بلو وحان دعي والوقت كو يتمكي وابريا اي تاي صبح بالقضي ninkii waday baadiya baabuurkii ugu wada magaaladii qofar ma socdo saade oo taawo kale marka 11 ka waagu baabuur ma ka maayay buurid wadadkii magaalada maxaa helay wuxuu ugu ninkii gaariga ugu waday wuxuu innahum fi a'malihim dadku shaqadii bay ku maqayeen okay waxaan tagay buuri maashi wadaki hadana habeenimadii iyo mar dambe maqaxiinta leegiyo la isoo cashiisiyaal lagu soo wada buuri qurf hotelkayga hadana habeenkii dadkii ma socdaan waxaan ku wariyay ayn naas dadkii aawa ila wadanay carabta ka miday innahum fi buyutihim markaa muxuu dhay innahum fi a'malihim imigana muxuu dhay innahum fi buyutihim yastarihuna min ta'ab al-yawm liyasta'iddu 'amal al-ghad dalki ma ta ka raaxaysanayaan waxayna diyaar u yihiin shaqada baritoole markaa waxaan xasuustay buu ummada islaamka caasimadoodii aan la saaxanin baabeenki kowd labada saddexda wal xiraya daraatin wal dhuhurda marka hadiiskan ay wax aad u sheegaya kullu naasi xuri yaqdu nimba soo baxay waagu markuu bariyo school bu tagaya wa yaqdu mid ba soo baxay wuxuu tagaya shaqo yaqdu mid ba soo baxay wuxuu soo baxaya inuu beer soo faqo soo falo wa yaqdu mid ba baxay wuxuu baxaya inuu maxkamad tago xuduud soo kala xukumo yaqdu mid ba baxay wuxuu baxaya xafiis uu fariisto oo shaqo wado yaqdu mid balba soo baxay niyad buu ku soo baxay yaqdu كل الناس قفنا وقريبا فري ولا وضع ذي نندب حنوصل ما هنا يعني جيراني ينن ما رتها ولا أرها ستما هنا كل الناس يغذو تذكى وضع بحال سوقي وضع آذين لكن سوقي نحدي يسيب كرع عيسى شقذني فبائع نفسه من النفط فبائع نفسه نفطي بلا يبينه نقول بلا نفطي سوي يبينه يا كي أرض يقع نفطي سوي يبينه يا كي حفيز كتجوا يبينه يا كي بيرت فلا يوا يبينه يا كي حولها لجوج يوا يبينه يا نفطي سا وبايع مشترك فبايع نفسه لكن ما حكى لنا بايع مشترك لبن نتيجه فمعتقها او موبقها نطقي طبق الربح يعني من النفط يسيبوا حرين يعني سوق ودحجو وكحرين النفط يسي من النفط يسيبوا هلاقيا سوق ودحجو من الحلال يا حلال وما كلا يا احول بدم يا قاجة حرانة ما بغش صباح جيرانة ما مصلحة قاجة حرانة marka mid u diin hortiisa midina dawaabid dib ku shaqeynaya waxaan ma la ogol yahay mise lama ogolo waxaan ima xalaal ba mise waa haaraan ma ku badbaadi mise ku badbaadi suuqii wuxuu joogaa diinteenu lama oran ha bixina kullu naasi ya jalisuna fil buyut wal masajid lama oran kullu naasi yaqdu hala baxo shaqada hala tago laakiin marka suuqa tagtid ama naftaada xore oo cadaabka xore amba ku halaag weey اوكي معناها كو والله معناها لباد كغ بخاين واخ ويانا فمعتقها حكو جرى حريه كو جيرتو اوكي كلمه حريه بان مقلاه كلمه حريه دو صدح حريمود بيلاده كو هرتو حريه بكل مقاشيد واخا كورليان توردي فرانسيسكا اي ريفولوشن كي انجليزكا كان كلمه حريه وا بين ويا فاكند نبي احمد فمعتقها حريه انا كا كان سلام كا كان وكو لبو فلسفة الحرية دوما لوكر الدنيا مديوح وكليها وحول بك حرو أنا كنا وحلنا هاي وحول بك حرو لكن سديب وحول بك حرو أخيرا يا كل ميسا الله قوة أتكب حسن كنا نتك حرو بكنا نسكون دو وحول بوالا غوردا سكا سوال غوردا ففروا إلى الله وين استسلام وين مركا الاستسلام قمة الحرية وين إن الإله يسكون لي بتد وماشى أبو سر يسوق في حركنا قدو لكن يكو واحد يقول ليهن وحرب أن نقني أنا قا قف إله عبودي حرية به معناها حرية ده لنا كيجي نقرنين معناها لا بعد يوم معناها معناها صدق هذا يوم حرية ده إنه جرى نك مركان فمعتقها فمعتقها مركان كجرت قفك وحر نفتي سو حرينا يا وحويان مركي هربوا لو هاشتي معناها عجيبك ها قفكم عتقي كشرع سوما نقول عتق وقف أدونها وأدون سيقا لو حرينا
هذه النفط هذا والله هيشت وياي هيشت الندب يمسق بصحبه كل جدنس أرت أولا وحقه هيشت النفط هذا النفط هذا كويس تبا أذكر حروب إذا النفط هذا هم عتقوها شيطان بقى كويس وزين الشيطان أعمالهم أوكي شيطان بقى كويس هو كويس تي حنفط جعشة يا سكر رئيس ما وحقه هيشت المجتمع بالشدة سيء إن شاء الله يا لاده بس كلا يالك رسا وينه وأذان بخوفك وتعسو أذان بوياي وحاول نبتك حروب يسا ما حد حروب يسا إلهي سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ولقف شيطان عبودي إيه بك صباح إيه بيقول مجري قف هذا ما حن شيطان وخرج يا وعبادة شيطان كوجر مجري إيه بيقول لك كوح جري عبادة الشياطين كوحدن شيطانك إله أنه قطع عبده لكن بيقول مجري إلهي محوج إذا شيطانك عبده شيطانك أمرك قاعدة نساء ما كويلت كحرود شيطانك قمة الحرية كون اسكوها يستوى ما أنت حرية بان هيسان عليه شيطانك أضموده من النفط هذا مركز لكن حر بس اسكوها يستان أنا نين حران هاي أجي حركة هاي نفط واحد عشر سمينة ساه سانك هاقا لقى فيقيا ياكو فيق هاي أهلو مدري أوكي هل كيلا في قيمك معنوي ده قال في قيمك عربك ورا عربك ولا في عربك معنوي أو رضي ولا في قيم ما قش داس يدي ولا في قيم ولا بلا قش مرجع قلت له وروح محاوف في غدنا الله بكل يكون معانته كله وروح يكون معانته مجرى شيطان بقدره محاو قران كقرنا إبليس محول مرجع دتك أن هلاين محاسب هنا يا ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله وأنا أمر يو أمر يو خلق إلهي بدلان محمي كقادة حريض محمي كقادة وأنا مك إلهي سكس نمبو يقدر يما أو ناق ماسك نقطة محانين وهاي هرمونات كي ناق تيجو يجو كعيا هرمونات كي نيكن يجو نوجا ناق بيقدر دها عند هذا كسر بعده أيام ده ويتو نمبا إسلام هاد نيكن إسلامي روحوا هنجر وحكله سكس كلو نقطة أوكي مسكين كي وعد بكو إسلامي دمر كيبل توكدي دمر كيبا غرتين و هانجري و نوقداي مي كيكا و خيا علم سكيتي وار و انا وار كنا ما حنا دحدك يولتو كم باركني نينكلو سوال وكيل شيغي سوما ترتو كدته او هلكي لو ما سلاده لو توكدي اللهم محار محارنا مارتي اغفر لهم مس اغفر لها ما دحدا وكيل عجايب ما شيخ هنا مغلي مارتي شيخو مولو سنة اللي ويديني شبيل اللي موجوحها مرها واحد وحوله وحوله قياس قاتي وحوله رجلي يعني خنص المشكلة محالة يالي دوائد عاديه مسلم اللي خنص المشكلة وحوله رجلي اللي بوددك يعني مرقا سين اللي بوددك وقلت كذبون اللهم اغفر له واغفر الله سكودره سيو يا مرقا على اي اتحال وحاسورة معاك يعني وعاك يعني وحوين وحرية خلطتي أفلا يغيرون خلق الله ويا خلق إلهي بالدليل يا سبحانه وتعالى يعني الشيطان كبلمت إلهي لقلي في بداية الخلق يا إله ما تسعته ما كرد حيوان دقه لجوجوي ما رت يحس أركي نيو يضد ما رت دكت الدراشة ديو أما الكه قرطيو يا دقنا ضد كقرط لكن مكم حال أركي وحكسي ضريبة ممكن إن شاء الله تعالى تسعى بحينا وصلى على سلام محمد وعلى آله وصحبه وسلم.